اليوم عرف طريقة لرسم الصور المتحركة على الآيفون أو الآيباد باستخدام برنامج تحرير النصوص بيج اللي هو من شركة أبل، مثل برنامج الوورد اللي من شركة مايكروسوفت. فأول ما تفتح البرنامج تضغط على علامة الزائد اللي موجودة في الزاوية اليمنى فوق. الآن تختار ملف جديد سواء بالطول أو بالعرض على حسب اللي يناسبك. الآن تضغط على علامة الزائد وتتأكد أنك أنت مختار الصور من فوق، فتتأكد أنك مختار الأيقونة هذه، بعدها تضغط على Drawing أو الرسومات. فالآن تقدر ترسم بخط يدك، وتقدر أنك أنت لو كنت على الآيباد أنك ترسم بالقلم أبل لرسومات أكثر دقة. طبعا لا تضحكون على الرسم لأني ما أعرف أرسم. الآن نضغط على Done. الآن بإمكانك أنك تصغر صورة باستخدام إصبعين مثل ما تصغر الصور، وبعدها نضغط على هذه الأيقونة أو الفرشاة ونختار Animate Drawing. فمجرد أنك تفعلها، الآن لو ضغطت على Play فراح يوضح مراحل رسمك للصور. فالآن تقدر ترسم صورة متحركة، وتقدر أنك تزيد الوقت عشان أنه يرسم ببطء مثل ما احنا شايفين الآن، أو تنقص الوقت عشان يرسم بشكل أسرع، وبعدها تقدر تشاركها. طبعا ما راح تنعرض بشكل مناسب إلا لو كان عند الشخص الآخر تطبيق بيج واللي متوفر على الآيفون أو الآيباد أو حتى الماك، لكن ما هو متوفر على أجهزة الأندرويد أو أجهزة الويندوز. ياريت تقولوا لنا هذه المعلومة مفيدة وجديدة لكم، وياريت تشاركونا برسوماتكم عشان نشوف هل أنتم ترسمون كويس ولا مثل رسمي اللي ما ينفع. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار سألوني على السناب. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.